قعدتي ليه يا زهرة؟ كل ما حاول أمثل الدور أنسى ومش بعرف أكمل. أي حاجة في الدنيا علشان تنجحي فيها لازم تجربي وتغلطي كذا مرة لحد ما تتقنيها. أنا بقالي ساعتين بحاول. ده لأن المشهد بيدور بين مجموعة من الممثلين وصعب تتخيليهم حواليكي. إيه رأيك تجربي مرة تانية؟ حاضر. هنبدأ من الأول. قولي أول جملة. يا له من يوم عاصف، كيف سيعود المزارعين من الحقول في هذا الطقس؟ الوصيفة هتقول: دعيني أستدعي قائد الحرس. يا قائد الحرس. القائد بيدخل ويقول: أمر مولاتي الأميرة. ساعتها هرد وأقول: فلترسل القوات إلى الحقول ليقوموا بإنقاذ العالقين وسط العاصفة. نسيت. بتقولي أين الحاجب؟ وبيدخل الحاجب ويقول: مش عارفة أحفظ، هو الدور بتاع المسرحية أصلاً أكيد مش هيكون من نصيبي لأن في ممثلة تانية بتنافسني عليه. بس أنا شفت البنت التانية وانتي بتمثلي أحسن منها. بس على الأقل هي بتعرف تحفظ دورها. طيب تعالي بينا على المقر علشان مسابقة النور والأمل قربت تبدأ، وبعدين نبقى نشوف حل الموضوع المسرحية. يلا بينا. الحل دي مدلة جعانين. الأغنية دي كل ما اسمعها بضعف خالص. أغنية ايه دي؟ نفس الأغنية؟ لو سمعناها أكتر من كده طاقتي هتوصل للصفر. بتسمع ايه؟ ما تعرفش أغنية الحل يا جدع انت؟ دي رقم واحد في الترند بقالها يومين. حلة ترند رقم واحد؟ أنا مش فاهمة حاجة. عزفهم حلو قوي. فريق النور والأمل بيمثل مصر في مسابقة عالمية لذوي الهمم. أنا فعلا متابع أخبارهم. يعني إيه ذوي الهمم؟ يعني حد فاقد لحاسة من الحواس زي الصم والبكم، أو فاقد لجزء من جسمه زي إيده أو رجله. فريق النور والأمل بيتكون من 3 بنات كفيفات، يعني فاقدين حاسة البصر، ورغم كده ربنا عوضهم بموهبة كبيرة جدا في عزف الموسيقى. يعني قربوا يفوزوا؟ لو فازوا المرة دي هيتأهلوا للمرحلة النهائية، ولو فازوا في المرحلة النهائية هيفوزوا في المسابقة. خلصوا عزف. And the winner is النور والأمل. أبطالنا فازوا في المسابقة. ده خبر جميل. والمرحلة الجاية إمتى؟ بكرة زي دلوقتي. أكيد مصر كلها متابعاهم. للأسف مش موجودين في الترندات. إيه ده؟ أمال إيه موجود؟ أغاني هبطة ونماذج مش كويسة من الناس. للأسف اتشهروا بطريقة غريبة والبلد كلها بتتكلم عنها. شفت ترند أغنية الحلة؟ تخيلوا الناس مهتمة بالشخص ده وأغنيته العشوائية أكتر من البنات دول. مش فاهم ده ممكن يحصل إزاي. في حاجة غلط. طيب يا نور، كلنا عاوزين نساعد أختك زهرة في بروفة المسرحية. هم اختاروكي فعلا يا زهرة؟ لسه عايزة أحفظ الدور، وفي المدرسة هيختاروا بيني أنا وبنت معايا في الفصل. بس حظوظ زهرة أكبر لأنها موهوبة. إحنا بس محتاجين 2 كمان علشان نوزع عليهم الأدوار، وساعتها زهرة هتتخيل المشهد وتعرف تعمل البروفة. جميل جدا. أول ما رامي وفرحة ييجوا نبدأ البروفة على طول. ها يا جماعة، كل واحد حفظ دور؟ أيوة يا ميس هايدي، حافظين وجاهزين للبروفة. مستعدة يا زهرة؟ أيوة مستعدة. هنبدأ. يا له من يوم عاصف، كيف سيعود المزارعين من الحقول في هذا الطقس؟ دعيني أستدعي قائد الحرس. يا قائد الحرس. أمر مولاتي الأميرة. فلترسل القوات إلى الحقول ليقوموا بإنقاذ العالقين وسط العاصفة. أين الحاجب؟ أمر مولاتي الأميرة. خذ الحراس واتجهوا إلى الحقول، فأمامكم مهمة عاجلة. هايل يا زهرة، أداء عبقري. كده سهل جدا تكسبي وتمثلي الدور في مسرحية المدرسة، وكنت ترند مع بنات النور والأمل. للأسف لسه ما فيش ناس كتيرة بتتكلم عنهم، وأغنية الحلة لسه رقم واحد في ترندات مصر. الأغنية دي فيها كمية طاقة سلبية رهيبة.
زيها زي العشوائيات ومظاهر الجهل. نفسي أعرف مين المستفيد من تصدير الصورة العجيبة دي عن البلد. لغز، أتمنى أفهمه بجد. الحلة الحلة الحلة، مطرب الحلة لسه بيحتل صدارة الترند. المشاهدات أرقامها مريبة، وكأن في حد بيتعمد يعمل دعاية للشكل العشوائي ده. نور، على فكرة ظهر ترند جديد بنفس الطريقة العشوائية وقرب يحتل المركز الأول. هتولي على الشاشة يا رامي أشوف. حالا. ترند البقرة؟ إيه المستوى ده؟ والمشكلة إن الناس بتنشر المقاطع دي بحسن نية وما تعرفش إنها بتتحول لترند مرتبط باسم البلد. أنا شامم ريحة وحشة في الموضوع. الأغاني دي بتتسبب في ضعف فرحة، ما تعرفوش هي فين؟ خرجت هي وظهر. على فكرة فرحة في خطر، تعال نلحقها. متهيالي يا زهرة أنت جاهزة دلوقتي تمثلي الدور بتاع المسرحية بعد التلات بروفات اللي عملناهم. أيوة حفظت كويس. وكده هتكسبي الدور وتمثليه في حفلة المدرسة. المشكلة إن البنت التانية الممثلة البديلة، يعني اللي مقدمة لنفس الدور، من التيك توكرز المشهورين وليها فانز كتير. يعني إيه؟ يعني ممكن يختاروها هي عشان الدعاية اللي بتعملها للمسرحية. لا لا ما ظنش. إيه الأغنية العجيبة دي؟ أنا حاسة بطاقة سلبية كتير حوالينا، تعالي نبعد عن الأغنية. تعالي من هنا. نفس الأغنية يا زهرة. تعالي من الناحية دي، الشارع ده ما فيهوش حد. لو سمحت اقفل الأغنية دي. ليه؟ دي الترند رقم واحد. لأن فرحة بتتعب من الأغاني العشوائية. انتي كويسة؟ طاقتي قربت من الصفر، مش عارفة لو سمعت الأغنية دي تاني ايه ممكن يحصل لي. لا ما تخافيش الأغنية تاني. لا انا بفقد الوعي يا زهرة. فرحة كويسة؟ نور جيت في وقتك. لا مش كويسة. مؤشرات الحيوية منخفضة جدا، حياتها في خطر. فرحة فرحة ردي عليا. عدد الطاقة وصل لصفر، خايف نكون خسرناها. أكيد لا، أنا مش هسكت. هتعمل إيه؟ يا ترى أبطالنا هيعملوا إيه؟ هي النتيجة بنت؟ أيوة. خلينا نشوف في الحلقة الجاية.